السلام عليكم ومرحبا بكم. نتمنى كاملين تكونوا بخير وعلى خير وفي تمام الصحه والعافيه واموركم سانك سانك وبخير ونشطين وشبعانين شوا وشبعانين الحف. وعيد مبارك سعيد واخا جات معطله شويه. فاول حاجه اختكم فرحانه اليوم بزاف 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 لان واحد الحلم كنت يعني بالنسبه لي انا حلم كنت كنتمناه فتحقق ليا والحمد لله، وهذا بفضلكم من طبيعه الحال يعني بيكم باش انا تحقق ليا هذا الحلم. فكنبغي نشكر كل من خلى ليا تعليق زوين وكل من تشارك معايا في القناه وكل من دار ليا بصمه، فكنقول ليه شكرا شكرا شكرا، كان موت عليكم وشكرا بزاف بزاف. واخا نعيا نشكر ما غاديش نوفيكم حقكم. فالحمد لله القناه ديالي تفعلات وتفعلت ليا في واحد الوقت اللي الحمد لله يعني بالنسبه ليا انا راه مزيان. في المده تقريبا واحد المده باش فتحت القناه هذه تقريبا واحد 6 شهور يعني طالعه في 7 شهور هكا وتحققت ليا القناه. فبالنسبه ليا انا راه واحد الانجاز كبير بان راه هذا الوقت هذا تحققت ليا فيه الشروط. وكما بغيت نقول لكم يعني الشرط الاول راه كان ساهل، يعني بالنسبه لي انا شرط ساهل ما ماشي صعيب، مي بالشرط الثاني فهو اللي صعيب بزاف وهو اللي خصو نفس طويل وخصو واحد الصبر باش كتحقي هكا شروط. فكنقول لكم شكرا 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 بزاف 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 ديال بزاف. وكنقول لكم شكرا وزعما صراحه فرحتوني وما نكرهش تزيدوا تفرحوني باش تزيد القناه ديالي ان شاء الله تستمر وتزيد تكبر، واكيد غادي تكبر بكم ان شاء الله وبالتعاليق ديالكم الزوينه وبالبصيمات ديالكم. من طبيعه الحال القناه ديالي تفعلت في اقل من 24 ساعه، يعني منين كملت الشروط قالوا لي فوالا راه الشروط كملات، يعني ما جيت انا غادي ندير واحد الاجراءات هكا في الصباح ملي نفقت قالوا لي زعما مبروك عليك القناه ديالك تفعلات وما غنعاودش لكم على الفرحه وما غنعاودش لكم صراحه تقال يعني واحد الفرحه لا توصف. بالنسبه الطريقه كيفاش كنت كندير وكيفاش باش جمعت هاد الشروط، فبالنسبه للشرط الاول فهو ساهل يعني ما كتوحليش فيه. فالشرط الاول دائما كنصحكم يعني البنات اي وحده باغا القناه ديالها مازال ما تفعلاتش فكنصحك دائما ما تمشيش تبادلي دوك الاشتراكات، فهذوك ما كيفيدو حتى بشي حاجه، يعني ما ديريش تبادل الاشتراكات لانهم ما تفيد حتى شي حاجه. يعني كتحاولي تدخلي القنوات هكا اللي كيكونوا عندهم محتوى نقي وزوين وكتخلي لهم تعليق على المحتوى، يعني كتخلي عفوا التعليق على المحتوى اللي عندهم في القناه. يعني بحال دابا دخلتي لواحد الفيديو ديال الطبخ فاكيد غادي تخلي تعليق على داك الطبخ اللي داير فيه هذا، يعني ما تخليش لهم ديك الكلمه ديال زورينين زورك، لا خلي لهم تعليق على المحتوى. يعني اكيد الا عجبك المحتوى يعني غادي تخلي تعليق في المحتوى تبارك الله القناه ديالك زوينه، يعني هذاك الشيء اللي كتصايب زوين. فاكيد الا تابعتي شي واحد بصدق فتا هو كيتابعك فكتكون عندك يعني ناس حقيقيين اللي كيتابعوك وما كيكونش داك الشيء ديال الاشتراكات ناس وهميين. فيعني النجاح راه داك المشتركين وهذا ما تيجيوش كلهم مره واحده، يعني راه ما يمكنش غادي كلشي غتجمعي في مره واحده، فنقطه بنقطه كيحمد الواد كما كنقولوا، يعني دقه بدقه هكا كتمشي عند الناس كتشاركي معاهم وكتخلي لهم التعاليق ديالهم زوين، خلي لهم التعليق زوين فهما اكيد ملي كيشوفوا التعليق ديالك زوين فاكيد حتى هما كيجيو يشوفوا الفيديوهات ديالك وكتبقاي انتي كتبعيهم يعني بصدق، يعني كتبعيهم كتشوفيهم كتشوفي ليهم الفيديوهات ديالهم يعني كتشوفيهم، فحتى هما ملي كيشوفوك دائما كتشوفي فاكيد غادي يجيو حتى هما وكيتبعوك يعني كيولفوك. هذه هي النصيحة الأولى، يعني داك التبادل الاشتراكات راه ما منوش، يعني ما غاديش تبقاي كل ساعة، يعني ما كيكونوش حقيقيين، يعني ما منوش، خليك وأكيد الناس والأصدقاء والأحباب. فأنا راه كنت كندير واحد الطريقة، يعني بزاف الناس اللي كيعرفوني فوق ما جا شي حد وتنعرفو كناخذ لي التليفون وكنقول لي راه دخل القناة ديالي وشوفها
ودير اللازم، فالناس كلهم تقريبا كيعرفوني بهذا، وبزاف اللي كانوا كيضحكوا عليا يعني كيقولوا لي فوق ما كتجمعي معنا كتبقاي تهضري على هذا الموضوع. فضروري يعني هكا الا بغيتي تحقق الشروط فهكا خاصك تكون عندك واحد الصبر ويكون عندك واحد العزيمه، وتكوني ما كتقلقيش بعدا اي واحد غيقول لك لا وهذه وهذه، خاصك تكوني عندك واحد النفس طويل كما كنقولوا هكا باش تكملي الشروط ديالك. وبالنسبه للسويع فهذا هو الشرط الوحيد اللي صعيب، وهو اللي يعني خاص الواحد يخدم عليه. صراحه انا في الاول ما كنتش كنخدم على القناه ديالي لانني كنت ما مسالياش، ما كنتش كنلوح الفيديوهات بزاف، كنت مره وما كنصحكمش ديروا هذه الطريقه. يعني اي وحده بغات تحقق شروط فيوميا كل نهار دير فيديو، كل نهار كترفع فيديو كتخليه في الوقت ديالها اللي مولفه. يعني مثلا كتحطي فيديو مع العشرة، يعني تبقاي تحطي فيديو مع العشرة هكا الناس كيبقاو متبعينك وكيبقاو يتسناو الفيديوهات ديالك. هذه من جهه، يعني الا بغيتي هكا زياده ديال المشاهدات وديال الاشتراكات هذه، يعني خاصك يوميا تحطي فيديو. ثاني حاجه خاصك تخدمي، يعني خاصك ديري الحفلات، فالحفلات راهما الحاجه الوحيده اللي كتجمع لك السوايع من طبيعه الحال. يعني الحفلات واخا انا راه ما درتش الحفلات بزاف، وانما النصيحه الوحيده هي الحفلات. يعني كل ما درتي الحفلات وكتعرفي الناس هكا وكيدخلوا عندك فاكيد غادي يجمعوا لك السوايع، يعني اكيد غادي يجمعوا لك السوايع، لان صراحه هذاك هو الحاجه اللي كتيأسي منه وكتقولي ناري عرفتي انا مازال وشحال، ولكن ما خصكيش تفكري هكا، ما تشوفيش هكا، يعني ما تبقايش تطلعي على السويع ديالك. نساي نساي خدمي ونساي هذاك الشيء، يعني راه دقه دقه باش كديري الحاجه، راه ما يمكنش كلشي غادي يجيك في مره. فضروري خصكي الصبر، وضروري خصكي تكوني عندك زعما واحد الروح، ما عارفش كيفاش غادي نقول. المهم غادي تكون عندك واحد النفس طويل وصافي، يعني يكون عندك واحد النفس طويل باش هكا تقدري تستمري. يعني وبالنسبه كما قلت لكم السويع، فبقاي كتبعي، يعني انت داخله اليوتيوب، يعني داخلي عند الناس، شوفي ليهم هكا، كتفرجي ليهم في الفيديوهات ديالهم دائما وكتخلي ليهم التعليق، فحتى هما يعني كيشوفك دائما متبعاه ودائما كتشوفي ليه، فحتى هو اكيد غادي يجي يتبعك واكيد غادي يجي يشوف لك الفيديوهات ديالك. هذا من جهه. وخدمو يعني خاصك ضروري ديري فيديوهات هكا يكون اكثر من 10 دقائق، كل ما كديري فيديوهات اكثر من 10 دقائق كل ما كيكونوا في الصالح ديالك. يعني ما تحاوليش ديري فيديوهات اقل، يعني ما هما ما كاين لاش الصالحين، يعني 6 دقائق 7 دقائق فما غاديش تجمع لك نهائيا المشاهده. فحاولي ديري الفيديوهات طوال، ماشي مشكل، يعني حاولي ديري ثلث ساعه 15 دقيقه هكا، باش لا غشافوا لك غير جوج الناس هكا ثلث ساعه ثلث ساعه، راه تقريبا غادي تكون ساعه قل شي حاجه، يعني قل 20، يعني هكا كتحاولي تجمعي السويعات بالزربه. فهذه هي الطريقه اللي كانت كندير انا. بعدا في الاول ما كنتش عارفه، كنت كندير فيديوهات غير 6 دقائق 7 دقائق، فما سلكاتنيش هذيك الطريقه. حاولت بديت كندير فيديوهات هكا شويه طوال، فكل ما كديري فيديوهات طوال، ولكن يستحسن ديري الحفلات، فهكا الحفلات فكتكون المده ديالهم طويله وكيدخلوا السويع ديالهم كاملين. يعني هذا، فانا منين جات ديك الايام وكلشي جالس في الدار، فانا حاولت نتفرغ للقناه وحاولت نخدم عليها وحاولت ندير فيديوهات كل نهار تقريبا، وهكا كنبقى نمشي عند القنوات وكندخل وكنخلي لهم التعاليق وكنشوف لهم الفيديوهات ديالهم، فحتى هما كيجيو عندي وكيشوفوا زعما كنهضر على القنوات الكبار، يعني تمشي عند القنوات هكا الكبارين اللي كتكون فيهم زعما وكيكون عندهم واحد المحتوى نقي، ماشي دوك القنوات الصغار، فهم كيخليو لك ديال ها انا زرتك عاودي زوريني خليت لك ورده، فهداك الشيء كله يعني كيكون من المحظورات، يعني ما خصوش يدار، يعني خاصك تخلي الواحد تعليق على المحتوى هكا باش حتى هو كيفرح وكيعاود يمشي عندك. هادشي هكا هذا مكان. ف كانت واحد المسيره صراحه، واحد الصراع مع دوك السويع اللي هو صعيب. كتخدمي وكتجي كطلي كتلقاي مازال. مهم
مهم الحمد لله والشكر لله، وهذا من طبيعة الحال بفضل الله وبفضلكم من طبيعة الحال. فانتوما اللي انتوما اللي كتطلعوا القنوات وانتوما اللي كتساهموا في هذا الشيء. فكنطلب منكم تعاودوا تكملوا الدعم ديالكم وتكملوا معنا وتخليوا لينا ديما البصيمه هكا باش نوصلوا ان شاء الله ل 10000 مشترك، ونشروا ونوصلوا ل 100 ونوصلوا ل 200000 ونوصلوا ل 300000 ان شاء الله الرحمن الرحيم. ولما لا، فاي واحد تيطمح في شي حاجه فاكيد غادي يحققها. انما فقط خاصو يكون تيخدم. هذا الشيء بغيت نقول لكم، يعني اي واحد تيتمنى شي حاجه فاكيد راه غادي يوصل ليها. يعني تكون عندك واحد العزيمه بانك غادي ديري شي حاجه فاكيد غادي ديريها. يعني تكون عندك واحد العزيمه ويكون عندك واحد الاصرار بانك راه خاصك ديري هذيك الحاجه فاكيد غادي تحقق لك ان شاء الله، واكيد ربي غادي يحقق عليك من طبيعه الحال. وكنبغي كما قلت لكم نعاود نشكركم كلكم واحد بواحد، وكما قلت لكم بغيت نشكر المغاربه كاملين بصفه خاصه، يعني كاملين بالحباب ديالي بالصحابات بالخوت بالاقارب بكل شيء. كنبغي نشكرهم، وكنبغي نشكر الناس ديال الجزائر حتى هما، والناس ديال مصر اللي كيتفرجوا فينا، وتشيك يعني الناس الدوله ديال تشيك، وكاينين تشيك وقيلياك واوكرانيا. وكنبغي نشكر اسبانيا والمانيا وكل الولايات المتحده الامريكيه والناس ديال المملكه السعوديه، فكل شيء الناس اللي متبعنا فكنقول لهم شكرا 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 بزاف بزاف بزاف، وهذا بفضلكم من طبيعه الحال. فكنقول لكم كل من شاف هذا الفيديو وتفرج فيه يخلي لي تعليق ويقول لي مبروك، هكا باش نعرفكم راكم فرحانين ليا وفرحانين معايا، هكا باش تشاركوني الفرحه ديالي. ها اختكم راه فرحانه لواحد الدرجه ما كتصورش، يعني ماشي شي مازال يعني هذا غير الشرط الاول، مازال كاين شرط ثاني، يعني حتى كتحقي داك الشرط قولي الشرط الثالث ماشي الثاني، كتحقي داك الشرط الثالث عاد باش كتقولي الحمد لله القناه ديالي دابا غتولي شغاله كما كيقولوا المصريين، غتولي تكسبي منها. وصراحه انا ما دايراش هاد القناه هكا باش نقول لكم راه انا دايرها فقط للمتعه او ندوز فيها الوقت، لا نكون كذابه ونكون كنكذب عليكم الا قلت لكم هكا. فانا دايره هاد القناه هكا كما كسب باش نكسب منها. اختكم كانت خدامه وجلسات من الخدمه ديالها، و مع الاسف يعني ميسرش سيدي ربي في الخدمه، فدرت هذه كخدمه باش هكا تكون مكسب بالنسبه ليا. واي واحد كيتمنى شي حاجه فيا ربي تحقق هذه يا ربي، ويا ربي كيقولك ان مع العسر يسرى وان مع العسر يسرى، وكنطلبوا من الله ييسر الامور للجميع. اي واحد يا ربي تيسر ليه الامور، ويا ربي كل واحد اللي حط يده في شي حاجه يا ربي تيسرها ليه من طبيعه الحال. وهادشي كيكون هكا من رضات الوالدين ومن طبيعه الحال بكم من طبيعه الحال. فكنقول لكم شكرا مره اخرى بزاف، وشكرا شكرا كل من ساهم في هاد الفرحه ديالي، كنقول ليه شكرا 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 بزاف. وكنقول لكم نتمنى نكون دائما عند حسن الظن ديالكم، كما كنقول لكم في اي فيديو كنتمنى دائما نكون عند حسن الظن ديالكم. واي حاجه ما عجبتكمش فاكيد غادي نتخليوها ليا، واكيد غادي ندير بها. اي نصيحه كتقولوها ليا فاكيد غادي ندير بها ان شاء الله الرحمن الرحيم. واللي كنطلب منكم انكم تبقاو معنا وتستمروا ان شاء الله معنا هكا باش تكبر بكم القناه ان شاء الله الرحمن الرحيم، ونوصلوا لذاك الشيء اللي بغينا بحول الله. وفرصه سعيده ان شاء الله بحول الله، ونتمنى يكونوا هادشي كامل الفيديوهات ديالي كينالوا اعجابكم، ونتمنى لكم كاملين النجاح في حياتكم ان شاء الله الرحمن الرحيم. واي واحد باغي شي حاجه فيا ربي يا ربي توصلها ليه، والدعوه معايا، لانهم تيقولوا دعوه ديال 40 واحد كتكون مستجابه. دعوا معايا وخليوا لي دعوات ديالكم في لي كومونتير هكا ربي يستجب ليا ان شاء الله ويستجب لكم بحول الله. فك
كيقول الله اللي بغى الخوه المسلم شي خير فكيقول الله لك بالمثل، يعني اي واحد تيتمنى الخير لشي حد فاكيد ربي حتى هو كيعطيه بالمثل. هذا الشيء يعني اي واحد تيدير الخير فربي راه كيعطيه حتى هو، وتا هو كيوصلوا الخير من طبيعه الحال. فاللي درتي زوين فربي راه تا هو كيوصلك هذاك الشيء اللي بغيتي. وهذا الشيء ما كاين خير الكلام ما قل ودل. والسلام عليكم ورحمة الله، إلى فيديو قادم إن شاء الله الرحمن الرحيم. والسلام عليكم، كنموت عليكم.